حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم ار عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطا